قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. سي سعيد لاباس شتو غبر هاد لي مات يمشي باش ما كاين وغيب على الخدمه ولا لا يلاه الله يكون في العوان ما يكون الحاج بغيت لي توليب إيه؟ ولي غوز وغنزيد عفاك من هذا وداك اللي فوق لي من له على الراس وساوي العيب وديالك انت بحال دي معياك راه هو هذا غير انا حلقت عليه شويه وكامل ياك وهي شي بروفاسيون هادي قولي لي سي سعيد ولا مدير راه درت معاه غير الطرقه وشوف ليا مع العزري ان شاء الله الحاج ما يكون غير خاطر الله يحفظكم لينا ويخليكم ديما لا لا هذا على حسابي كادو ديالي انايا ولا واه يزيدوا نسميوه سعيد غير يقضى لك سعيد الغرض وديك الساعه مرحبا ورا غير باللي حلفتي ما غادي نحلتو بشي الا زين السلام عليكم وعليكم السلام بشحال هذاك البوكي يا سيدي 130 درهم 130 درهم ما عندك شي واحد ديال 20 درهم اللي يعجب المدام 20 درهم واللي يعجب المدام ايه واش ديري هادشي ربطه ديال من هنا بالتخالط قالك 20 درهم ويعجب المدام اويه وهادي وحده اخرى ثاني ما جبت لك ولا حبيبه هزر الو بوغوس ها بابا تسمعني بوغوس ولا كانت بوغوسه بوغوس ولا بوغوسه جات من سيزر ربي مرحبا بها امين الو بوغوسه ها بابا ولا كانوا بجوج هي احسن حاجه وقعت لي في حياتي وهذه أحسن مفاجأة في حياتي
الله يخليك ليا. نزول العشاء؟ شوية مازال من اليوم ما بقيش وصل الكوزينة. أنا نطيب، أنا نسخر. أهرب مني إليك وأبحث عني فيك لأجدني يا سيدي أهواك. أهوى الشعر في نظراتك، أهوى الهوى إذ يهواك، وأغار من نسيم الصباح عليك أغار. قاومت وأقاوم لأجل عشقك، لأجل هواك. قاومت كل الكلمات، صارعت كل الكلمات، صارعت كل الكلمات حرفا 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 حرفا، وصارعتني كلمة حبيبي. هذه مدة ما جينا لشي محل بحال هذا. حاج دابا اللي كلا هنايا خصو يخلص الزبابل ديال الفلوس. كون سعفتي ونكون قسنا غير في الدار وطيبت لكم واحد طاجين فاعل ترك تاكلوا عليه صبيعات يديكم الله يهديكم. الحاج حتى حاجة ما تغلى عليك، ومناسبة بحال هذه ما هادشي بلاصة بحال هذه. تقول بلي قاد الملح تيجي المغرب هنا تيتعشى قاد الملح. احنا كنتسناو واخا عارفين علاش. ها؟ علاش؟ شوفي بنتي راكي كتعرفي ماماك هضري معاها في كل شيء إلا في الصبر، ولكن واخا هكاك الحاجة لالاهم لالاهم وبزين فيتهم. حلو راك ولي الناس كيشوفوا فينا شنو. اوكي أنا بارك في السوسباس. حاجة من دابا 7 شهور غتولي وجد وجدة. الله هذا احلى خبر سمعت. وعلى ريحه كي دايره الشاف بحال ريحه الشواء. شنو بعد قالوا في العافيه حي باش عرفتيها؟ كنسميوها وضعيه الجنين، داروا لا بوزيسيون باغ انستان غير باش يتخبى على العافيه والكلاب. الكلاب العضان بالي ديال الكلاب ولا ديالو هما عندهم عضه كتشابه حتى لا بوزيسيون ديال لا مشوار كيف كيف. ولكن هاد الغابه ما فيهاش ديال الكلاب اللي كتاب، ولكن غادي يبان كل شيء في اللابو. قلتي محروق وحي ومهنشر، لكن شكون الاولى فيهم؟ هو غير من خلال لا طايبي معسير كيبان بان اللحم تعض وهو باقي سخون، لكن هذا طالع فيه قبل ما يموت، ومن بعد حرش عليه الكلاب باش ياكلوا حي. هذه اول مره ديالو؟ ماشي بزاف هذا باش ولا معايا في الفرقة الجنائية. قولي أنا كاين شي جديد ولا والو؟ لا مازال من غير لي زومبرانت ديال الرواية ديال الطوموبيل ولا شين. اسمع معايا هادشي. اللي غريب هو أن هاد خيني اللي غادي يحرق هذا غادي يجيب لا شين ويطلق الموسيقى غير باش يخبي الغوات يسد لي فمو صافي. ايه على ما كيبان لي انا هذا
كيطلق الموسيقى باش كيتمتع هو كيشوف صاحب دعوته كيموت. الا كانت شي حاجه جديده اتصل بيا. كون انا شاف. وي نعم اسيدي. نعم اسيدي انا في البلاصه اللي وقع فيها الجريمه. انا غادي نتكلم. لا لحد الساعه باقي ما عرفناش الجثه ديالنا. لكن نعم اسيدي غادي التقرير الطبي وغيبين لنا كل شيء. واخا نعم. احتراماتي نعم. احتراماتي. هذه الموسيقى اللي سمعتها في شي بلاصه. وي سي جواد. اي حاجه صيفط لنا غادي تعاوننا باش نزيدو قدام. تفهمنا؟ الا قلعتي شكون الحروب ديال الغابه؟ حسن. حسن برحو. الرابور بعد راه صيفطو. وقيل الفاكس ديالك خاسر. ابراهيم خويا هذاك الفاكس. التقرير الطبي ما غاديش يوصل. سير براسك. الو؟ الو؟ انا غادي نعاود نعيط ليك. شاب واش كاين شي جديد؟ روح جديده غادي طيح. الا ما مشيناش في الوقت هزنا الماء. سير براسك. خالد جلال خالد جلال الدراري كلكم عندنا يلا. كتعقلوا على القضيه ديال الهراري اللي لطخات كاع الجرائد. واحد من هاد الربعه اللي كانوا في هاد القضيه دي هو اللي تقتل هاد الصباح. وهذا كيبين باللي جوج تقتلوا في سيمانه وحده. يعني تابعنا الخدمه. فاهمين؟ ماشي جلال طير جيب لي الملف الله يرضي عليك. الملف اللي غادي يعطيكم دابا جلال فيه الادريسات ديال هاد الناس. بغيتكم تراقبوهم 24 ساعه على 24 ساعه. وحسي مسي ما نبغيش حتى شي واحد يعرف. وهذا اللي قتل كيخصنا نشدوه ونشدوه حي. الله يعاونكم. ابراهيم اجي معايا. السي خالد وي واجي بعدا خذوا لي زادريس. اسمح لي. السي خالد راك في ليكيب ا. ميرسي. ليكيب بي. يلا قال اتصال. عندك البلوتوث؟ اسمح لي نسولك الشهر. انا بعدا ما عارفينش حتى فين غادي. وهاد القضيه ديال العراري اللي كلشي كيهضر عليها ودايرين عليها القيامه نهار ما كان فيها والو. انت بعدا كتقرا الجورنال ها؟ كتحشم شو الله. حيت بدا كيبان ليا شكون قتل هادو الجوج. جوج؟ شكون الاولى الشاب؟ الضحيه الاولى والثانيه اللي لقيناها في الغابه. هادوك جوج مورطين في الجريمه. القضيه ديال الهراري. السيمانه اللي فاتت ساعه هو كيتعذب قبل ما يموت. تنقول فين سمعت هاد الموسيقى؟ فين انا؟ شنو واقع؟ ما قلت على والو مدام. شنو واقع دكتور؟ صافا مدام ارتاحي دابا ومن بعد غندوز نشوفك. عطيها نكلمو. شوف ما كان سهل ولكن الحمد لله توفى بيان. والبيبي ارتاح يا مدام. سعيد سعيد قول لي شنو وقع البيبي. ديزولي مدام. مباركة في راسك. لا لا ولدي مات سعيد.
المهم هو انت، انت باقي حيه. ماما فين هي؟ علاش ما جاتش معاك؟ فين هي ماما؟ وين؟ شوف اسيدي، قلت لك كل واحد يدير خدمته. قول لي ما يفكرش ما يفكرش، داكشي اللي اتفقنا عليه هو اللي يدير. صافي، الله يعاون. سير. اتكلم. انا قلت لك اشوف. واتكلم اسيدي. انت شوف، انا راه غير بان لي شي حد واقف وداكشي، مشيت نشوف شنو كاين. غير وصلت ما عرفت منين جاتني، شي حد ضربني تحت الارض ما بقيتش حتى شي حاجه. حليت عينيا بالولي الطبيب والفرمليات وقيامه نايضه. راه والله الا شلي قلت لك راه هو اللي كاين الشاف. علاش ما قلتيش للشاف ديالك هذا الشيء اللي وقع قبل ما تمشي؟ راه ما نويت اصاحبي، راه ما نويت. انا عارف الشاف راه كنلعب انا وياك اللبي. راه خاصني نعيط للشاف عاد نمشي نشوف شنو كاين. انا راه حسن شي اسم الشماك اللي كيتصرع عليهم ولا شي حاجه. عرفتي انا شي واحد ملي فيه القتيله وفيه الدم هذا نعيط للبوليس البومب اللي نعيط لهم. واخا نعمس، شكرا بارك الله فيك نعمس. شكرا. يمكن نمشي مع باقي هاد الثلاثة دراني مع شوية فراجيل حتى عطوني شي دواء وشي حاجة وراه دايخ لي راسي واحد شوية. راه والله داكشي اللي شفتو كامل راه قلتو لك زعما راه ما عندي ما نخبي راك عارف. زينب عرفتك وعرفت الاستواغ ديالك. نو ديزولي مساكميش. واش كديري حنا في السبيطار؟ قوصتي عليها. قوليها هادوك اللي تكرفسوا عليك وقتلوا عائلتك، ما عندك شهود، انت براسك معقل على والو، كي بغيتيهم يتشدوا ويتحاكموا. شكون انت؟ انا العكس ديالك. انت هادوك اللي قتلوا راجلي عاقل عليهم مزيان، وخدتيك خبارهم. ديزولي، ما كنتش عارفة بلي حتى انتي راجلك تقتل. بارك انتي ديما ديزولي ديزولي. هما اللي خاصهم منكم ديزولي، فهمتي؟ هادوك اللي قتلوا راجلي وعائلتك هما دابا راهم ما مسوقينش ناعسين، منكم احنا ديزولي. فيقي شوية. اش كديري؟ بلا ما تقولها اليوم. شنو بغيتيني ندير بحالك؟ خليك انت اللي عاجبك تبكي وتمسكني، اما انا البروغرام عندي شارجي. باش ما ننساش. دافع على حياتك من أجل البقاء. إزاي؟ إزاي؟ مشتيني مشتك. تشوفيني شعلة سبيكي. صباح الخير.
صباح الخير كوميسير جواد. صباح الخير. صباح الخير. انا اللي مكلف بالقضيه ديالك. المهم تقدر تقولي لي شنو وقع بالضبط؟ شوفي الا حسيتي براسك عيانه نرجع مره اخرى ماشي مشكل. لا لا شويه صافا. هادو اللي تعدوا عليك تعقلي عليهم؟ حاولي تفكري شي حاجه اي حاجه لان ممكن تساعدنا. ما عرفت انا اللي مفكره كنا في الريستوران وكنتعشى وفقت لقيت راسي هنايا في السبيطار. شي واحد اتصل بينا عطانا الماتريكيل ديال واحد الطوموبيل خرج الطايره في الوقت اللي كانوا كيتعداو عليكم. شفتي التصاور ديال هذوك خياتنا؟ تعرفيهم؟ شوف خذي وقتك بشويه عليك. كوميسير انا عارفه ما كنعاونكش ولكن اسمح لي الطبيب قال لي غترجع لي الذاكره شويه بشويه ولكن دابا ما ماشي مشكله ماشي مشكله. انا غادي نخليك ترتاحي شويه. المهم اذا تفكرتي شي حاجه واخا تبالك انت بانها ماشي مهمه احنا راه غادي تعاوننا. هذه النمره ديالي اتصلي بيا في اي وقت. صباح الخير. أفين؟ رجلك فين غادية؟ سوقك قلت لك عندي بروغرام شارجي. علاش ما عندك الثقة في حتى شي واحد؟ أنا كنثق في جوج الناس، الأولى أنا الثانية مشيتي تهلاي بلاتي. تمشي تشرب معايا قهوة؟ كنحس براسي بوحدي. كنا متفاهمين انا وراجلي، كان قابل عليا كيما انا، حتى قتلوا ولاد الحرام وما شدوهمش. جا عندي البوليسي اللي مقابل لافيغ، وراني التصاور ديالهم. فكرت وكتبت. وعلاش؟ هما كاع تشدو من بعد التدخلات والفلوس دخلوا الحبس ويخرجوا. ايوا انا علاش الدنيا سايبه؟ البلاد ما فيها قانون، كون شهادتي فيهم على الاقل كانت عندهم واحد 15 عام ولا 20 عام الواحد. شتي هادوك 200 عام ما تبردش ليا فيهم. عليهم واحد بواحد. زين شربي شي حاجة. ممكن لك تخلينا بيناتنا؟ بيناتكم؟ وزيدينا حتى أنا عليكم. ورمي يكون خاطرك الظريفة. الظريفة قالت لك قلع، قلب وش قلب المعلم. أش هاد الأسلوب؟ بحركنا زوينة. شتي با قدر كمرتك ولا عمرت اصلت امك ما دير الولاد. تفاهمنا؟ اوكي صافي سمحي لي. كماره اش كنا كنقولوا؟ عمرت اصلت امك ما غدير الدراري. شتي كما درت ليش هكا ما يقلعش. بون نخليك والقهوة. واخا تسناي فين غادية؟ تمشي معايا؟ لا خصني ندخل. يا غتكتبي الشعر عاوتاني. ما بقات لي كانا الشعر. انت شنو كديري؟ والو غير الدار. رجلي اللي كان خدام. اما اختك لا خدمة لا ردمة وباخر
عندي الوقت اقومو باش نتهلا في الاخوان مزيان اللي قتلوه. من نهار عرفتك كنتي على فمك هادشي ما خفتيش نعلم بيك. انتي عقلي على داكشي اللي وقع عليك، عاد بغيتي تعلمي بي انا ولا بغيتي نزيدك في لا ليست؟ كنضحك معاك الزين، انتي كقندجتي. الله يعاون الضريفه، غنشوفك عاوتاني. الله اعلم. بغيت غير نشوف ياك ما خاصك شي حاجه قبل ما نمشي. خاصني والو. فين يا ماما؟ معروضه، ما غادا تجي حتى غدا الصباح. لا غدا الصباح عاد الفوطه بدا هدم ديال الزفت. فين الشعيرة؟ نعستي مزيان؟ كش من شعيرة؟ شكون اللي جابني هنايا؟ سيتي عاوتاني، البارح لصقتيني مزيان، ما تزاقلتيش معايا. فين حنايا؟ شنو هاد البلاصة؟ هادي داري جديدة، ما تخافيش، غتولفي دغيا. صباح الخير. صباح الخير. بلي الموز ديالي عجبك؟ ولا بغيتي خذو راه كادو من عندي. لا راه ماشي انا، راه عيشة هي اللي هزاتو. ما تهميك عليا. يلا راه الفطور واجد. نمشي لداري. نساي انتي دابا راكي هنا، هادي هي دارك،
سمعتيني ولا لا؟ عليه كاين غير الهم والغم، ولا حتى واحد ما غيقرب ليك. ولا جا سعيد للدار وما لقانيش؟ ربجوا لينا حياتنا وما مسوقينش، قبضهم شي حد. سمعني مزيان، ازاي غيترني بك؟ خذي حقك بيديك وانا غنقتلهم واحد واحد. يا ويلي شي حد يجي في طريقي. رزا، وهاد الزاهي علاش غيعاوننا؟ شغلو هذاك هو اللي عارف علاش. عافاك ما تحلش لي، ولا كنخاف منه. جيستومون هذا هو اول خوف ديالك وخصو يتحيد. شتي هادو الا صليتي فيهم مزيان تخافيش، ولا تعدى عليك شي حد ياكلو منه حتى الله يزين. قاومت واقاوم لاجل عشقك، لاجل هواك. قاومت كل الكلمات، صارعت كل الكلمات، صارعت كل الكلمات حرفا 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 حرفا، وصارعتني كلمة حبيبي. بغي ندخل بكري يا صاحبي اليوم. شنو واش كيتسالك انت؟ وشكون اللي بحالك اويلي؟ وشنو فري مع راسك؟ حكون كنت بحالك. شتي دابا انت وحده كتسناك ياك؟ انا راه جوج اللي كيتسناوني. جوج؟ جوج مسخوط وبهاد الفصاله هادي. وكي كدير ليهم؟ مالك جوج؟ مالك بزاف عليا؟ خو جوج، خو جوج. جوج مشيشات، جوج مشيشات. مالك اصاحبي مالك؟ مالك مالك فين مشى عقلك بعيد اصاحبي مالك؟ بركة بركة ما تقول الزريعة راه كتكلخ. الزريعة كتكلخ وسير سير. والله إلا كنهضر معاك شي ولاد القسم ديالي كاع دوك اللي كانوا كياكلوا الزريعة حتى واحد فيهم ما خرجوا متفروا. شتي دابا أنت هو المدير ديال لاناجا. أشكون البوليسي بحالي بحالك؟ ديك الزريعة كتكلخ. شتي المدرسة فاش كنا كنقراو عرفتي اش غدير؟ السكوات حسن. شتي اللي كاين؟ بوليسي مالك؟ انا مفتخر بها بوليسي. شو كيوصل؟ شو اش كدير؟ لا لا والله الا زعمتي عليا بزاف انت تبرزيت. هو هذا كلخ كلخ. وشوف راسك كيدير. اباز ليك عس عس الله يدوز هاد الليله على خير بنادم. كنا واحد القضيه شي هذيك خيتي عينها فيها ما فيها لا الا ولا حتى وهي هي. انا نقول لك تكالما صاحبي تكالما شي تكال وتاش تكالما صاحبي كتقول لي تكالما صاحبي كي غادي تكالما انا او وبالعقل دابا فك معايا انت بالعقل. السيمانه اللي فاتت كاين دابا حسن هي في منو باطون هذه راه لقيتي بحال كل غتفرج كلشي. الو عادل انتي يا مالك كتسنى شي حد؟ ما كتسنى حتى حد. وانا كتسناك في العشاء. انا نازل والمارش جايه منين تجي تدخلي شي بيت دقي. واخا ولدي وانا كتسناك في العشاء. شبعان انا شبعان. والو والو اي ماما اي ماما فوس عليخت اي ماما صاحبي قلت لك. الو واش هو صاحبي جو جامع الجو. الو بوغوس ولا ما تخلي ليه ميساج
عمرو ما غيوصلوا. انا عيشة صاحبتك الجديدة، قريب ان شاء الله نتلاقاو. تيكات أجوبوا صاحبي، تيكات راه المجرم عندكم، تيكات اش كيزمروا لك خلي بالك، ما عرفتش اش كيزمروا. تكلم، انا كنسمعك انا كنسمعك. وي شاف، انا عند عادل في الدار، قال لك هذيك خيتنا راه عيطت له في التليفون. خيتنا؟ قال لك بلي هي راه امراه وراهي عند جمال في الدار. احنا قراب لكم، يلا يلا شوف احنا عندهم. اتصل بالابيلانس واعطيهم الادريسه. غنبغي نمشي عند البوليس وغادي نقول لهم كل شيء وغادي نشد الاخرين. عافاك انا عارف رحمي. اش كدير؟ بل نعساتهم بوي. رايب اش كانت في اللونة؟ تزيف كيف تفكر شك ويا بحي كتبغي تفرق كنت رزيب بالشهد كنت نترو معها مصارك من بعد 4 ولا 5 دقائق. وليا استعد تموت تسولي على شي حد مدام عافاك بغيت الكوميسير جواد تفضلي جلسي دابا يخرج واحد انسبكتور ويشوف اشنو خصك Thank you.
عرفني الجواد، ما عندي الدنيا هاني نسر بيك، واش سوقي نحس الكلين على الشراب؟ لما كيف عرفتي راهي لازلت شي كاس اخر راك مشيتي، داكشي على شراب في مصلحتي. دخل سوق راسك وكب لي كاس، ما تهرش لي راسي. اللي خليك حيت كنخلي ليا الكارت فيزيت ديالو وانا ما عنديش البورطابل باش تعيط. واخا تخليك جلسي، ما عندهاش البورطابل، كاين شي واحد دابا في الدنيا اللي ما عندوش البورطابل. والخالة عنده البورطابل هاكا مدامك. شكرا. الو، شكرا. بغيت نقول لك غير راسي مرون هاد الايام، قتلت واحد خيمة ما درتهاش بالعاني، انت كتعرفيني 11 عام هادي ما شربت من نهار تفارقنا. توحشت ولدي، توحشتك حتى انت. انا بغيت نخوي قلبي على البارمان ولكن ما غاديش يفهمني بحال اللي كتفهميني انت. المهم لما بغيتيش تجاوبي على خاطرك، هاد الخدمة حتى أنا بارك عليا منها. بارك حيت منا بارك. ألو جواد، ياك ما ديرونجيت؟ كتعرفني ما كنبغيكش تدوي ليا على الخدمة ديالك. عيطاني رجعتي للشراب ياك؟ هاني شفت الأخبار وعارفة شنو داز عليك. تقدر تدوزي ليا؟ لا، كيصاوب لي دوفوار ديالو، وبيني وبينك ماشي فكره مزيانه تدوي معاه دابا. غير توحشتو وتوحشتك حتى انت. جواد عفاك، سامحي لي، ولكن راه عندنا ولد، ولدنا بزوج. وداك الشيء علاش ما مشيتش لا سويس مع راجلك باش يبقى حداك تشوفه وقت ما بغيت؟ اسمع جواد، هذاك الولد لما عطيتيهش وقته راه هو اللي غادي يقدر ينساك. واخا نقدر ندوز غدا للدار ونشوف ونهضر معاه شويه. غدا عنده ماتش، غادي يمشي للتيران دافيد اللي غادي يديه. الا بغيتي انت تدوز ديريكت تفرج فيه ماشي مشكل. واخا غدا غادي ندوز، غادي تكوني معاه. محلي يا جواد، راني مشغولة الله يهنيك. إيه ولا لا؟ بسلامة جواد. بسلامة، تصبحي على خير. صحتك في راسك ماشي في الداس ولا في العضلات. هاد لي بريزير غنعلمك دابا باش كونترولي القوة ديال العدو ديالك وتستعمليها ضده، فهمتي؟ يلا هداك.
با يا كامتا كثر الثقه في النفس كتولي غرور، والغرور كيولد الغفله، والغفله كتولد الغلط. وانتي مابقاش عندك حق في الغلط. سينو باي باي. اوكي دابا شوف في عيني هي مزيان والكتاف ديالي وغادي تعرفيني فاش كنفكر قبل ما نتحرك. اوكي يلا تري بيان سي كوم سا. نوريك حاجه اخرى. محتاجاش ليه، انا باغيه غير ندافع على راسي حيت ما بغيت حتى شي واحد يحكر عليا. شغلك هذاك انت اللي تعرف ازاي. زين ما محتاجاش ليه، زين بغات غير تدافع على راسها. اما انا محتاجه نتعلم كل شيء، كاع داك الشيء اللي كتعرفه. صادقين ولاش كلشي ديما خص تكون ديتوندي ديما. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت بغيت نشوف كوميسير جواد. مازال ما جاش، غير تسني راه ما غاديش. امتى غايجي؟ هو غادي يجي ولكن امتى والله. واخا زعما واش 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة معاش؟ ما يمكنش نقول لك. ساعة شريف مع فراس. مون كوميسير، مون كوميسير، سولت عليك واحد السيدة، هادي جوج المرات وهي كتجي. شنو بغات؟ ما قالت ليش مون كوميسير. ما خلاش ليك سميتها؟ لا مون كوميسير. ياك ما عندك مال حلاوة؟ نعم. مزيانة مسوسة. مسوسة.
كاين شي جديد؟ تليفون من الصباح هو كيسوني الشاف وعباد الله مخلوعين، الناس كيهضروا على عائشة قنديشة ولا عائشة قنديشة؟ ديك المرة اللي عندها الفراق كبار الشاف كتخرج بالليل، قالك الشاف فين ما بان ليها شي راجل زوين كتمشي ليه وكتغري وكدير الباب الشحيمة حتى كتجرو لعندها. صافي صافي هتبدا تعاود لي هاد الخريف، واش حنا عندنا الوقت للتخربيق؟ لا شاف الوين عمز عمز اللي حنا متبعين التحقيق ديالنا. ايه ايه وانتم ما كتعرفوا عمز اللي بان الناس كيزيدوا فيه. ايه الدراري كلهم دايرين المجهود ديالهم. عمز حنا شاكين في واحد والكيب ديالنا راه مراقبه وحاط عليه العين. واخا نعمز كون هاني نعمز كون هاني إبراهيم. نعم الشرف. جمع الدراري اجتماع يلا بالزربة بالزربة. سمعوني مزيان اش غادي نقول لكم، عندنا ثلاثة من ربعة ديال المتهمين في قضية الهرادي تقتلوهم، قتلتهم مرأة كتقتلهم وكتغبر. في هاد البلاد ما كاينش شي واحد يقتل ويفلت، غادي تجمعوا كاع دوك البنادة دوك البركاكة ديالكم وغادي تشوفوا اش كيروج تحت راسهم. متفقين؟ كيفاش؟ ماشي شغلي انا. نزيدكم قضيه، الدار نساوى ما بقاش النعاس، الماكله والشراب هنا في الخدمه. متفقين؟ جلال ابراهيم غادي تمشيو وغادي تجيبوا لي هذاك العساس ديال الباركين، هذاك راه في كرشو العجينه، وغتجيبوا لي لهنا البير. يلا سيدي الله يعاونكم. الو سمحوا لي جيت معطل شويه ما لقيتكمش. بلا ما تعيي راسك، عمرك ما قديتي على المسؤوليه وعمرك ما غادي دوزي لي ولدي. ما بغاش يهضر معك. قولي على القضيه اللي عندي هي اللي مبرسطه ليا دماغي واخده ليا وقتي كامل، اش غندير انا؟ واش خبرك لي ولدك هو اللي ماركه البيت باش بحث ليكيب ديالو؟ معلوم بطل بحال بابا. غادي نخليك عندي ما يدير. شوف الله يخليك قولي لي فسري لي بلي بخير يا ولاد ميرسي. شنو؟
سمحوا لينا. كتعرفهم؟ اشوف العشير. ما تسني من تسرك. ولد النمرة ضرب عليها. انتي واعرة؟ علاش ما قلتيش ليا؟ لكن غادي يقتلوني. باينة. واخا. وكون انا اللي قتلتهم. انتي لا. عايشة هي. ما قلتيش ليا. فيك تعرفون؟ 16 عام عرفت الحبس. بغيت تعرف علاش دوزت الحبس؟ كنت مونيتور في الصحراء كنتريني بالعسكر. كنبقى نستنى داك برمسيون بالريق الناشف فين توحش مراتي حسنة. حنا نرجع على غفلة نلقاها هي ولد عمها في الفرج ديالي. ما خممتش بحتهم بجوج. بقى لك والو تولي واعرة. علاش كدير هكا؟ علاش كنتكسل؟ علاش كتعاوني انا وعيشة؟ انتي كنعاونك. عيشة ما محتاجاش ليا. بعض المرات انا براسي كتخلعني. غلطت في حق شي ناس. الله يسمح ليا. حسنا كانت بريئة. لما دروقاها واغتصبها. نقتلتها على الباطل. هي ارتاحت وانا بقيت في العذاب. اسمح لي. ما عرفتش واش نقول لك البركة في راسك ولا بركة من الهضرة. يلاه تابعنا من طريق الموت. وبلاتي نفطر. هاد لانطرين مو كتبغي الكرش تكون خاوية. من نهار دخلت للدومين عمري ما شفت بحال هاد المصايب. هادي الزوج ديال الوقت واش مات؟ ماشي بزاف. غادي يكون هاد الصباح بكري. لكن باين ليا بانه تعذب بزاف قبل ما يموت. برا ديال التلج ما حداك هي الدوب. هادوك الكروشيات كيدخلوا لي في اللحم. حتى ملي كان فوق التلج كانوا مسامر تيدخلوا لي في رجليه. جيت تعذب اكثر. مالك ياك لاباس؟ الو صافي الشاف واش ديما هكا في الجنايات الشاف؟ صافي سير خرج لي سير خرج لي سير خرج لي. شاف كاين شي جديد؟ النهار اللي دوزت الا مشيتي حتى كذبتي وبديتي كتراوغ غادي ندخل امك الحبس عمرك ما طلع منه. المهم داك الشيء اللي قلت للشاف واحد العشير ديالي تعشرت معاه في الحبس سميتو ازاي وغير البارح رونديت لي واحد السيرفيس وبيني وبينك الشاف الا ما خفت نكذب السيد علاش تقلبو يمكن عنده يا زين وتكلم كل شيء كيهضر على واحد المره كتقتل عندها شي كلاب وحتى داك الوزين فاش كاين ازاي حتى هو فيه شي كلاب صافي هادشي اللي كاين. المهم ديك المرة تعيطو ليها عيشة ما عرفت كلاب عيشة المهم انا قلت ما عرفت. جلال غتجيب لي معلومات على هاد الزاي خدام ولا ما خدامش مزوج ولا ما مزوجش علاش دخل الحبس بغيت نعرف كل حاجة على حياته أكثر ما كيعرفه هو برازه. لا دريسة؟ نعم. لا دريسة ديالي؟ لا ديالي أنا والله ما عرفتها. شوفوك
لا دريزة لأمك، لا دريزة كانت فلا معاك، لا دريزة، لا دريزة. أبغيت إيش تقول؟ مالكم على هاد الحالة؟ دقوا نحلوا لكم الباب. فين هي؟ الحبس راكم دوزوا. دابا شنو درت؟ حبس الساعة ما درتي والو. ولكن اللي عاونتيها غادي تولي معاها. قول مالك ساكت؟ شوف ازاي انا ما كتقوليش فين كتمشي. انت واش السيدة ساكنة معاك كتاكل عندك خارجة بالكلاب ديالك كتدور في المدينة وكتقول لها ما كنعرفش فين هي؟ دير لي هاد الفوضى كلها والكلاب هادشي ديال المخيات. شنو كيحسب لك راسك؟ كيبان لي توحشتي الحبس. الحبس بيني وبينك اللهم الحبس ولا هي توما ما عارفين والو. كرهت قتلني وتفوتني ليه؟ قولي لنا انت شنو كاين وكنقسم لك بالله غادي نغبر امها في الحبس عمرها ما طلع حتى واحد ما يقدر يحبسها. هذيك ولات كتعرف الدم. شكون اللي علم هادشي؟ انا عاونتها باش تسمح لي يا مرتي. عاونتها باش تدافع على راسها مش باش دير لنا الفضيحه هادي. حنا راه عارفين بلي باقي لها واحد في لاليست ولكن والله ما توصل ليه واخا تنطبق السما مع الارض. واحد قلت لك راك ما عارفين والو. من هذوك اللي تكرفسوا عليها ما تقبطوش ولا عندها مشكل مع كل شيء؟ قضاة، محامي، طب، بوليس؟ واخا يكون بنادم زعما يلاه بدا لحد دابا هادي واحد جوج سيمانات يلاه وليت بوليسي. هضر السي هضر
اش درتي للسيده؟ اش درت ليها؟ نتوما اللي اش درتو ليها؟ فين هي دابا؟ فين هي دابا؟ ما عرفتش حنا مشدودين هنا ولا ما عرفتش شنو هادشي هذا كاع. عندك التليفون ديال لبنى؟ انا عيط لها بشاطيني داكشي بلاتي. لا صيفط ليها تكستو تكستو باش نعيط لها صيفط لي داكشي اللي قلت لها. تفو كلشي داير بواط فوكال واش دابا انا غادي نبقى انا مشدود هنايا هنايا اربع ايام غادي نخرج للزرقاء؟ او وانا صوفت هنايا صوفت في الدار هادي. الله ما تبقى في الدار ولا تخرج توقع عليك شي مصيبه. وحتى لي متى؟ اش بالك السي الانسبكتور في هادشي هذا؟ كوميسير الله يخليك. كوميسير اش بالك في هادشي هذا؟ نبقى دابا انا محبوس هنايا على قبل هاد بنادم هادي ما كنعرفهاش كاع. كون ما كانش فكرت شكل العجينه ما غاديش ديرك في بالها. انا كون جات عليا غناخذ ليكيب ديالي وغنمشي فحالي عم بحرك. كيفاش عم بحرك؟ الخدمه ديالك تخديني هنا وتخديني في الزرقاء. الخدمه ديالك هادي عم بحرك. فين غادي؟ غادي نمشي نخرج. ما غاديش تخرج. احنا غنشوفو غنشوفو واش غنخرج ولا ما نخرجش. امشي كوبي الله يخليك. راه ولد واحد اللي عندي في الدنيا كلها خايفه عليه. شوفي لالا راه ما عنديش الحق نحبسو ولكن احنا غنديرو خدمتنا كوني هانيه. صافي الحمد لله. خرجت خرجت انا كنهضر معاك من برا صافي ما نسيتش شي الامانة وجي لي داكشي اللي قلت لك. نتلاقاو مني شويه نجي عندك بواط المعلوم. عرفتي شنو؟ خايلوا معايا خمسه ديال البوليس خدامين معايا كاردوكو. كنت ديما كنتمنى يكون عندي لي كاردوكو. يلا تهلا يا الزين ديالي انا جاي دابا ما نسيتش شي الامانة. يلا شكون بغاز تشاو. سكت بوليس مكتاش انتم كتلقوا هذه الموسيقى اللي دور معايا تنطلق لي حتى الميلودي دابا. شكون اللي طلب عليك؟ خيتي. شكون فين هي خيتي وريها لي فين؟ سيمانه هذه دورت معايا عطاتني 40 ريال وقالت لي باش نحل ديما نطلقها في 12 كيلو. اجاكشي اجاكشي بس ما كاين ماكس ماكس كثير الموسيقى ماكس البوليسي قال لي مزيان. اش غادي نقول لك؟ هادي راه كتحسب راسها مطوره وكتحدانا. واش حنا في المغرب؟ واش دخيتنا كنصحابها؟ واش حنا في الميريكان ولا في المكسيك ولا البرازيل؟ والله العظيم الشاف اللي ضقتينا في البرازيل والله. حتى انا بغيت غير نعرف شنو كنتي كدير قبل ما تجي تخدم معنا شنو؟ صافي صافي الله يخليكم صافي. شوفوا غادي تديو عليا داك الزمر تردو لدارو وانا غادي نمشي للبيرو باش نشوف هذاك الزايرة باقي ما خواش المزيوده ديالو. يلا الله يعاونكم كل واحد يشوف شغله. شكون يخلص هادشي يا الدراج دار لكم ولا ما بغيناش؟ كيف غادي ديري ليها؟ آه!
عليكم. اختي شكرا، الله يحفظك، الله يطول عمرك، شكرا. علاش سعيد؟ علاش بغيتيني نعلم بها؟ انا راه ما كرهتش نكون بحال عيشه. عافاك حبيبه، الا بغيتيني نبقى خاص هادشي يتحبس. لا سعيد، ما تطلبش مني هادشي، تترجع لي الذاكره ونتفكر داكشي اللي وقع ونلقى دوك اللي قتلوا لي با وقتلوا لي امي سعيد. سمعني مزيان اش بغيتي نقول لك، دابا غادي نعاودو نبداو من الاول. هاد خيتي هادي ما كتعرف حتى شي واحد يقدر يعاونها من غيرك انت. غادي تاخذ البورطابل وغادي تدور النمره ديالها وغادي دير معاها رونديفو. واش دابا حسابك راك دوزتو عليها ولا شنو؟ راه عارفاكم قبضتوني ونزيدك واحد الحاجه، مابقات كتيق حتى في شي واحد. ارى النمره ديالها ما عندهاش البورطال. دابا واش كت واش كتضحك عليا؟ شنو كيقول لك راسك؟ كاين شي واحد في هذا الوقت هذا ما عندوش بورطال؟ وبلا ما تعيي راسك، انا ما عارف والو فهادشي كله. انا فين هي؟ فين هي هاد الكلب عندي فيه؟ تكلم. شاف كتعرف الميريكان شنو كيديرو ملي كيبغيو يهضرو شي واحد في غوانتانامو؟ كيشبهو عصا مزيان، كيهلكو ليه صحتو، عاد كيديروه في واحد القفيز مصور، وكل ساعتين كيجيو فيقوه بالصداع وبالسبان وبالركيل، كلشي كيركل. كيدوز غير شي ايامات ما كيبقاش يعرف الليل من النهار. عرفتي شنو كيولي الهم ديالو؟ ماشي باش يخرج، كيولي الهم ديالو هو يفيق وينعس بلا داك الكلاب والركيل ديال العساكرية. هذه هي الطريقة الأمريكية.
كان عندك الزهر انت في المغرب ماشي في الميريكان. احنا ماشي ميريكان. القضية ديالك ماشي ديال الإرهاب. ولكن خصك تعرف واحد القضية سهلة. عرفتي شنو هي؟ واحد شوية ديال السلوكة شوية ديال البارود في الدار عندك ها؟ وهاد التيكيتا ديال الإرهاب لاصقة لك في ظهرك ما فيها حتى شي حالة. أنا عارف بلي ما عنديش الحق ندير هادشي. أنت ما بغيتيش تعاون معنا باش نشدو هذيك الخنزة اللي جالسة دايرة لي مسلسل ديال القتيلة. صافي هو بركة قلت لك ما عارف والو أنا. ما صافيش ما صافيش. أنا همي هو الأمن ديال هاد الوطن ديال هاد البلاد. وعلى قبل هاد الأمن راك ما تقدرش تصور شنو نقدر ندير. واش فهمتي؟ ما تقدرش تدخل ليك الدماغ. صحيت علاش كتحكم عليا بحال هكا؟ علاش؟ علاش ما بغيتيش تفهمني؟ ما كنحكمش عليك يا زينب. بغيت نردك للواقع. بغيتك ترجعي زينب اللي كنتي. شوفي كي وليتي. يا ولا قبل حشيش يا طابا اي طابا شي الله يرحم لي طابا ولا شغل داك الكلب ديال الزاهد حك علينا عطانا الادريسه غلطه. يلا تحركوا تحركوا يلا. صحوني طابا فين هنا؟ عندي ليك واحد سوربريز في البيان بوغوسا يعني. الدار ما يمكنش يبيع بينا. هذا راه معانا. واش هو كيعاوننا بلا ما كيبزز عليه شي حد؟ قلت لك هو اللي بيع بينا للبوليس. واش ما كتفهميش؟ بحالو بحال الاخرين غدار يخلص. زينب واش تعرفني ان نغدر بك زينب؟ انا نبيع بك زينب؟ عطيتهم لدريسة غلطة زينب. لا انا ايه ياك زيد وقولي شنو غديري. كما راه كي دايره ما يعولش عليك الواحد. نوض نوض يلا قبل ما تفيق. يلا يلا اسمحي لي يا زين اسمحي لي. عري التليفون ها شويتي اش كديري؟ نعيط للبوليس باسكو هادي راه زادت فيه. واش انت تسطيتي ولا مالك انت؟ الو عيطي للبوليس. انت اللي غيشدوك. علاش مالي انا؟ راه عايشه اللي قتلات. ما كاين لا عيشه لا والو. انتي شوف كاين غير انا وانت. هاديك عيشه راه عندك غير في الراس ديالك انت. انت محتاجه تولي قويه. محتاجه تكسبي الثقه في نفسك واخترعتي هذا البيرسوناج اللي هو العكس ديالك. شكون انت؟ انا العكس ديالك انت. ماشي انا عايشه هي اللي هزات ولك. شفت ميك عليا هاد الصباح. يمكن لك تخلينا بيناتنا كاين
بغيتكم هو زيديني عليكم وما يكون غير خاطرك الظريفة. الظريفة كتقول قلع قلب وش قلب معلم. لا لا، ملي كتفقدي الذاكرة ديالك هذيك هي الساعة اللي كتدخل لك عيش راسك، ما كتبقايش تعقلي. عرفتي علاش ما كتعقليش؟ حيت كتولي انتي هي عيشة. قلت لي حتى يقتلوا لها رجلها. هذوك اللي قتلوا راجلي عقل عليهم مزيان وخديك خبر. عايشة كتفكر في بلاستك، كتفكر في داك الشيء اللي ما قدرتيش تستحمليه. اذا سعيد، سعيد تقتل هو والديك داك الليله. فين الفنان ديالنا؟ الرجل كان الحاجة الوحيدة اللي كتربطت بداكشي اللي فات. المهم هو انت باقي حية، علاش ما بقيتش كنرجع زينب؟ ما حد عيشة في حياتك. ها زينب، يلا نشوف حالنا، نجمعوا حوايجنا ونخويو البلاد. وتشي اللي عطى الله. جلال، واش كتسمعني؟ واش كتسمعني؟ جمع الدراري كاملين ونتلاقاو في لوزي، معلوم كلهم، جمع الدراري كلهم، حتى واحد ما يبقى، كلشي يجي. يلا الله يعاون. حصلتي ها؟ تشديتي. باقي لك واحد ما تعاقبش، ولا بغيتي تخليه يعيش؟ ما غادي نتسنط لك والو، حيت انت اصلا ما كايناش. كتسمعيني؟ انتي محتاجة ليا، انا هي انتي وانتي هي انا. قتلوا عائلتك، راجلك، والديك، ولدك، بغيتي تنساي بحال ما كاين والو؟ قلت لك انتي ما كايناش، ازاي عاود ليا كلشي؟ انتي كاينه غير في راسي انا، بلا ما تبقاي تهمري ليا في راسي. خرجي ليا من راسي. سولي علاش كيعاونك، سولي وغادي تعرفي بلي انا الوحيده اللي قادره نعاونك ونحميك. ازاي مورط في موت عائلتك؟ كنت دخل ولا شهد وقراهم في الحبس، حيت غير عيط للبوليس ويعطيهم ماتريكيل الطوموبيل، يبقى هو في لوزين بحال ما وقع والو. شي واحد اتصل بينا عطانا الماتريكيل ديال واحد الطوموبيل خرج الطائره في الوقت اللي كانوا كيتعداو عليكم. وهاد الزاهي علاش غيعاوننا؟ ولي عارف علاش، بحالو بحال الاخرين في الدار. كلشي هنا؟ كلشي هنا شيف. سمحوني مزيان اش غادي نقول لكم، ردوا بالكم هاد اللفعه هادي راه مطوره وعارفه شنو كدير. ما تحكروهاش، راه واخا تشوفوها كوك راه صحيحه، نبغيكم تجيبوها لي حيه. صافي نتوما ملي الاخرين، ملي الاخرين يجوا معايا. يلا بكم دار داركم. شي دقيقة. من هادشي كله فين هي؟
تليفون مصيدة. علاش اش راه صدفة هذيك؟ راه تليفون كان مشعول وشافته وقتان مات الفرصة اسد. وانت علاش ما درت لك والو؟ هاكا قتلتني وهنتني وكينا بغتني نتعذب. 16 عام ناس زني حتى هي قد البلاد فيها الصيبة. اللي جاي ينتقم. عرفتي الشيفش قالت لواحد من هذوك اللي قتلات؟ سولته علاش قتل العائلة ديالها؟ اش قال لها؟ قال لها هذا الشيء بغيناه وقدرنا عليه ودرنا. هذا راه ماشي انتقام عندها، هذا راه عقاب عندها. المهم فين هي دابا؟ الله أعلم. يلا سيدي يلا. خليت لك واحد الميساج. اش من ميساج؟ راه سيدي كتشكرك على هذيك الضحية الأخيرة اللي خليتي ليها. يلا شكون اللي خليته حاضي عديد؟ وما خلينا حتى الشاف. قلتي لنا جي كنا جينا. جريو عندو جريو يا سيدي. تلاقوا مرات السطات خطر وياه. بوغوس نعستي مزيان؟ بغيتي تقتلي لي تاعنا اختي؟ قتلك؟ مالك زربان؟ كي خصك تعذب كيما تعذبت انا شهور. كي خصك تشوف جهنم قبل ما تدخل ليها. الموت كي خصك تتمناها وديك الساعة ملي تستاهلو كادو من عندي فابور. الله نحفلك بالله قلتو الجيو صايدتي على الداكسيدو. الداكسيدو ماشي داكشي اللي قال لي جم كريم ملي كراسيتو بالطوموبيل. انا كنت غنمشي عند البوليس، كنت غنمشي عندهم وكنت غنعاود لهم كلشي. بيان سور الله يا ودي تيقتك انا. ما تقتيش بيا دابا ياك. هاتي شوفي شي داك لافاس ديالي راهي ليه فيها واحد لونفلوب فيه واحد الباك. هذيك الباك كتبت فيها كلشي كاع داكشي اللي وقع وكنت غنعطيها للبوليس من بعد. لك بالله سان اكسيدو سان تروك بلو فور كو مو. وحق الله العظيم سان اكسيدو. انا ماشي شي مجرم ولا شي حاجه. حتى انا ماشي مجرمه. ديك الليله عقلت على والو كنا شابين بزاف. انت مات لك لا فامي ديالك ولي بارون ديالك وانا ماتوا لي صحابي. ديك الليله وحياتي كلها مهونه. وحياتي انا عندك الصح. انا غلطت خصني نودي نتعاقب نمشي للحبس كاع اللي بغيتي. كاين دابا حاجه واحده هي المهمه عندي هي تسامحي لي. انا نقدر نسامحك ولكن الناس اللي ماتوا ما عرفتش واش يقدروا يسامحوا لي. Thank you.
درتيني في كرشك يا بنت الحرام. انا نصيفطك عندهم دابا ديال بصح. صيفطك عندهم ديال بصح باش يلاه تماك تلقى كيفاش تسول ليهم وتهضري معاهم. انا وانتي واحد، انا وياك بحال بحال، انا قتلتها بها وانتي قتلتيها بها. انا وياك دابا تعادل. شوفي الزين، سمي راسك داكشي اللي بغيتي، عيشة، زينب، ما عرفت شنو كاع. انا وياك تجمعنا حاجة واحدة، لو بليزير. سال الماتش. Game over. أنا اللي فحت. علاش كتضحكي؟ جوكر، واش عرفتي شنو شميتي؟ شتي هادشي اللي شميتي؟ غادي يطلع لك الدماغ وغادي يشوي لك الاعصاب والقلب ديالك غادي يكسيري شويه بشويه، وباللي غادي يطلع كلشي السيرفو غادي تبلوكاو لك العينين. كتبكي؟ بكي محدهم دموع، حيت من دابا جوج دقايق غيوليو دم. والقلب ديالك غادي تفرقع في صدرك. دابا عاد سال الماتش. جيم اوفر. حتى كيجيو لي فاكونس عاد كيخرج لك شي بلان من الجنب بحال هذا. ان شاء الله لا سويس جنيف ان شاء الله العظيمه. اش نقول لك، حرام واحد بحال كيكون في البوليس، مره ما قدرتيش تشدها، شوهتي بالامن في البلاد، خمسه الجرائم وعارفين مولاهم وعلى عينك يا بنعد. المهم القضيه عارف لمن غادي نعطيها، وانت الاجراءات التاديبيه راك عارفها.
الصراحه هذا شرف كبير نعمس نولي في بلاصه الشاف جواد نترقى في مده قصيره ونولي كوميسير. كنشكركم نعمس على الثقه اللي درتو فيا. من صغري وانا كنحلم نولي بوليسي ونخدم بلادي. والشاف جواد علمني بزاف ديال الحوايج. ديزولي الشاف، هاد الترقيه هادي غتحقق لي واحد الحلم كبير وعمرني نلقى في حال هاد الفرصه. انا كوميسير في بلاصه الشاف جواد. الى قبلت نعمس غادي نكون عطيت الحق للظلم والحكره. الشاف جواد خسر حياته على قبل السربيس، طلق مرته وبعد على ولده. كيسوق طوموبيل خطره كديماري خطره لا، وكيخدم بقلبه حيت كيبغي بلادو. هاد السيد نعمس شهور هادي ما شاف النعاس. حنا درنا جهدنا في هاد القضيه نعمس، وانتوما اش درتو باش تعاونونا؟ مقرفطين في البيرو، لاكليم والماء بارد، هادشي بلا ما نهضر على لي صالير. وحنا معرضين للخطر والافات كل نهار على قبل جوج دريال وهازين التهمه من الفوق. حالكم انتوما هما اللي كيعدفونا باش نتعلموا ونكملوا خدمتنا ونحترموها. شنو الواقع هذا؟ اسمح لي يا الشاف، كي قالوا ناس زمان الحر بالغمزه والعبد بالدبزه. شنو الهدف؟ اجينا انا. اسمح لي يا نعمس، العاصمه ديال لاسويس هي باغن ماشي جنيف. والله تنتخذ الاجراءات اللي كيطلبها الموقف بالله. تنصيفطو في ميغنا مزيان البراه شنو كيغسلو في يديهم. اداب قلت الاداب تفرج. من هاد العيشه اللي اختاريتي راكي عارفه الزين ما يمكنش ليا نرجع الا انت ما رجعتيش. الزين عارفه سعيد، ولكن ثق بيا ملي غنبغي غنحيد الماسك وغنتفكر كل شيء. ولكن دابا لا، مازال عندي البروغرام شارجي. يا غير مشي فحالي. Pour l'instant, oui. Saïd, qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu veux que je revienne. Je sais que tu veux que je revienne. Viens-y. أنا القوة ديالك وقلب القاصح. أنا الذكريات الخايبة اللي ما بغيتيش تفكري ولا تقبلي. تفكرتها كلها. عيسى
الخطه ديالنا صاحبي شي راب ولا شي لعيبه واش غتبقى تخطب عندنا بحال هكا شي علوه ولا شي حاجه اخرى قلب موسيقى تعلم الموسيقى يلا صاحبي بدل هاد الموسيقى ديال الوالو صاحبي استاذنا الله يخليك نبغيو مكالمه اه واش بغا هذا كيفاش راه مكالمين اصاحبي تخرج بها تخرج غادي نهجو امك مزيان اه اللي كاين اه عقل فيها عقل وعرفت شنو وقع ديك الليله فين الفنان ديالنا كنت نية بزاف كنت محتاجة لك كنت ضعيفة ولكن دابا ليا ما تنفعوش كواي